متتبعي قناه انفاس بريس، خلينا مدينه الدار البيضاء شويه وانتقلنا لواحده من المناطق المحيطه بهذه المدينه هذه. الامر يتعلق بمنطقه بوتكوره، جينا لمنطقه بوتكوره باش نعرفوا اصل التسميه ديالها واهم الشخصيات اللي مرات من هذه المنطقه هذه، وكذا باش نعرفوا منبع تعدوات بوتكوره اللي تهدد مدينه الدار البيضاء. فرجه ممتعه. سي ماهر، شنو اصل تحت سميه تاع بوتكوره؟ الاصل ديال السميه ديال بوتكوره كان هنا واحد المحطه، كان فيه واحد السيد سميته بوتاسكورت. بوتاسكورت هي بو حجله، وحجله كيقولوا حطني عند بوتاسكورت، اللي غادي اللي جاي حطني في بوتاسكورت. بوتاسكورت هي بو حجله، بالعربيه هي بو حجله. المنطقه ديال بوتكوره الاصل ديالها هي هنا فين واقفين دابا. كاين شنو العلاقه ما بين بوتاسكورت وبوسكوره؟ كيفاش تحولت التسميه ولات بوسكوره؟ هي في الاصل في الاول كانت بوسكوره، كانت بالزي، جميع العقود اللي كانوا كيديروا العدو البكري ولا كاع العقود اللي كانوا بكري حتى ديال الفرنساويين كانت كتكتب بالزي. من بعد ولات في السين، تطورت الوقت ولات في السين ولات بوسكوره، اما هي كانت بوسكوره كانت بالزي. وامتى تم احداث هذا بوسكوره ولا؟ ما كيعقل عليها حتى واحد، قديم داك الشيء. البلاصه ديال بوسكوره هي هذه، لك تبعد عن 100 متر كتقول انا غادي لبوسكوره. هي هاد فين كاين هاد البنايات هنا، كان واحد العائله هنا كيقولوا لهم ولاد العويجه، كانوا يقول لهم ولاد العويجه بوشعيب الخرموزي، كل شيء كان كيقول لي عزيزي، كان هو المقدم ديال الجماعه، هو اللي كان هنا. كانت عنده الطاحونه هنا وكان عنده المحات، كانت المشيخه ديال الشيخ بن سليمان كان داير ليه هو المحل هنا فين كان كيجي يحكم الشيخ بن سليمان. شكون الشيخ بن سليمان؟ الشيخ بن سليمان ولد المنطقه، ولد هنا، ولد بوسكوره، هو اللي كان شيخ ديال بوسكوره بكري في الاربعينات والخمسينات حتى جا الاستقلال، عاد ما بقاش هو شيخ. اشنو الاماكن اللي معروفه بهاد بوسكوره؟ الاماكن اللي معروفه بوسكوره هو كان هنا السوق، هاد الجامع اللي كاين هنا من ورايا والقياده وقاعد البنايات اللي كاين هنا، كان هنا السوق، بقى معروف السوق القديم. هو السوق الوحيد اللي كان في هذه المنطقه؟ السوق الوحيد اللي كان، وهذا هو السونتر، هذا هو السونتر تاع بوسكوره. بوسكوره معروفه بالسوق ديالها هنا، تقريبا في 56 تحول لجهه اخرى. وامتى دار هذا السوق القديم تاع بوسكوره؟ يمكن ما كيعقل عليه حتى، يمكن دار قبل 1900. يعني كانوا كل القبائل اللي كاينه في هذه المنطقه تجي تتسوق؟ القبائل ديال ولاد حريز، ديال ولاد زيان، ديال المديونه، ديال كل شيء كان كيجي تسوق هنا، ديال الشراقي، ديال العمامره، كل شيء كان كيجي تسوق هذا السوق. هذا كان هذا هو السوق الوحيد اللي كاين هنا في بوسكوره. في 56 تحول هنا، ملي تحول السوق هنا كان التيران ديال ليبول ديال المغاربه، لانه هنا في بوسكوره هو المنبت ديال ليبول اللي خلاو، كانوا النصارى هما اللي داروا، هما اللي اسسوا ليبول، وبقاو المغاربه. وكاين الابطال ديال هنا، في ابطال المغاربه. واش كان شي ملعب منظم هنا في تاع ليبول ولا كان غير عشوائي اي واحد؟ لا عشوائي، ما كانش منظم، ولكن كانوا منظمينه مواليه، الناس اللي كيلعبوا ليبول هما اللي منظمينه، ما كانش منظم من طرف شي مؤسسه، مالي ليبول هما اللي كانوا منظمينه من بعد ملي تحول السوق. هنا هاد البلاصه هنا كان فيها العسكر، كانت تسميتها لا مارين بكري، كانت تسميتها لا مارين، كان فيها العسكر. من بعد ولات فيها واحد الشركه سميتها سكام كتصوب البارود، ولات معروفه بالسميه ديال دار البارود. فين هاد البنايات ديال الضوحه وهادشي هنا، كل شيء كان هنا باطيمات بحال الشيء اللي كنصوروا دابا. كانت هنا كبيره، هنا رفيعه 10 القطارات. يعني هذه دار البارود اللي كانت بوسكوره؟ لا، دار البارود من بعد، اما في الاول كانت لا مارين، كانت فيها العسكر ديال النصارى، العسكر ديال الاستعمار هو اللي كان هنا. في بلاصه القصر اللي مورانا، اللي موراك اشنو كانت تقريبا؟ هاد القصر هنا كانت قهوه، كانت قهوه ديال النصارى، اسميتها بيرج دو فرانس. كانت هنا ديال، كان فيها واحد النصراني سميتو بوفيس، هو اللي كان هنا في هاد. واش كان في هاد القهوه؟ واش يدير في هاد القهوه؟ كان فيها المشروبات والشراب والماكله ولا دانس وليبول، اكثر هي ليبول. كان بحال واحد النادي ديال هاد الناس اللي كانوا هنا؟ ديال النصارى اللي كيجيو من الدار البيضاء، ديال هنا وديال الدار البيضاء، اكثر هي كانوا كيجيو من الدار البيضاء، كانوا كيجيو لهنا لهاد اسميتها بيرج دو فرانس. انت تقريبا ما بقاتش؟ ما بقاتش، هادي واحد تقريبا واحد 40 عام ما بقاتش. ودابا القصر ديال من؟ دابا القصر ديال كان ديال الامير عبد الله السعود من بعد ولا ملك. هاد البلاصه دابا اللي فيها حنا سميتها؟ هاد البلاصه سميتها الكليته، الناس بكري كانوا مسمينها الكليته. كانت واحد بحال الضايه،
كينبع منها الماء ماشي موسمي فوق الشتاء. كانوا نصارى مدورين بها الحيط، كانوا كيعوموا فيها الناس وكيوردوا فيها الناس المشيه ديالهم. شنو هي قليته تماك؟ قليته سميتها بحال القلته، القلته مسمينها البليته، ودابا راه مسمينا عليها حتى الدوار، دوار البليته. دوار البليته. دوار البليته دابا في لاكارت ناسيونال تلقى عندو دوار البليته. هنا هذه هي المنطقه اللي كانوا ساكنين فيها النصارى. كانوا هي هما هذوك الفيلات اللي قبالتي واللي من خلفي. هادو هما الفيلات اللي كانوا فيهم النصارى، كانوا بزاف الاسماء، كان بورسي، كان ميشيل، كان جابي، بزاف الاسماء اللي كانوا. اش من جنسياتهم؟ تقريبا مخلطين ولكن الاكثريه فرنساويين، وكلهم كانت عندهم ناسيوناليتي فرنسيس. وهما من جنسيات اوروبيه يعني؟ مش جنسيه اوروبيه، كلهم كانوا مجموعين هنا وكانوا كيجيبوا الماء. كان واحد الشارج هنا كبير كان عالي هنا، كانوا كيجيبوا الماء تقريبا واحد 3 كيلومتر. فاش كانوا داير كاين هنا واحد البلاصه سميتها البير الحلو، هذاك البير الحلو كانوا حافرين فيه البيار، والماء كان دايرين فيه الماطر، والماء كيجي من تما للشارج باش يفرق عليهم الماء. هاد البلاصه اللي نتواجدوا فيها الان حنا اش سميتها؟ هاد البلاصه هنا سميتها البويرات. هادو هما البيار اللي كانوا الشارج اللي وريتكم قبل. هادو من هنا ملي كان كيمشي الماء كيمشي مع القادوس، كيمشي تحت الارض باش يعمر هذاك الشارج يفرق الماء تما على ديك الفيلاج ديال النصارى. هاد البلاصه هنا سميتها البويرات، كانوا مدورين بها السلك، وفيها واحد السيد العساس اللي كان هنا كان يقول لي الحطاب الله يرحمه. يعني من هنا كان المنبع تاع داك الشارج اللي كانوا تيشربوا منه الناس على؟ لا ماشي المنبع، الماطر اللي كانوا كيدفعوا الماء، كانوا داير الماطر ديال ليسانس اللي كانوا كيدفعوا الماء من هنا. ديك الساعه ما كان لا ضو لا والو، ما كاين لا ضو هنا لا والو، الماطر ديال ليسانس. وهذاك السيد اللي كان مقابل الماطر هنا مره كي حيت كاين الشوارج هنا، هما هذو اللي قدامكم اللي كتشوفوا فيهم هنا، كيعمر هذوك الشوارج، كيطلع هذاك السلوم راه شي بقى تاع البلاصه ديالو، كيطلع يشوف واش الشارج خوا ملي كيخوا كيخدم الموتور. هاد الشارج هذا كانوا هاد البلاصه هنا مدورين عليها السلك، النصارى كانوا مدورين عليها السلك كما قلت لك قبيله، كان في هذاك العساس السيد الحطاب الله يرحمه. وهذا الشارج هذا كانوا مخرجينه النصارى، كانوا مخرجينه الناس يوردوا الكسيبه ديالهم هنا. هنا كانوا الناس كاع القبائل هنا كانوا كيجيو يوردوا من هنا، مخرجينه من السلك وكيطلقوا لهم الماء، يطلقوا لهم الروبيني باش 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 يوردوا الكسيبه ديالهم. من بعد ملي كيساليو اللي كيساليو الناس يوردوا، انا عندي 68 عام كنجيو هنا نقنيو الفراخ، من بعد يجيو يشربوا الفراخ ونجيو نقنيو لهم هنا في هاد البلاصه. يعني انت كنتي تلعب صغير كنتي تلعب في هذا المكان؟ غير هنا انا عديت 160 عام، دابا كنت عدي ديك الساعه ذاك الوقت 10 سنين ولا 8 سنين كنجيو نلعبوا هنا. سي ماهر بوسكوره معروفه بالواد ديالها واد بوسكوره، هاد الواد بوسكوره المنبع ديالو منين؟ حتى تختلف الروايات حول المنبع تاع الواد بوسكوره. لا المنبع ديال واد بوسكوره منبع واحد ما كاينش بزاف، هو هذا اللي كتشوف فيه هنا قدامك، هذا هو المنبع ديال واد بوسكوره، ما كاينش منبع اخر. الاصل ديالو المنبع العين ديال بوسكوره هي هذه. بكري ملي كانوا النصارى كانوا دايرين فيها لابيسيد، كانوا كيعوموا فيها الناس وكانوا كيعوموا فيها نيت النصارى، كانوا مصوبين فيها لابيسيد لانه الماء ملي كيخرج كيتبدل كيتغير الماء. هذا هو المنبع ديال بوسكوره، هذا هو الواد اللي مهد الدار البيضاء. اللي وريتكم قبيله هو المنبع ديال الواد، واد بوسكوره منين نابع. اما هنا هاد البلاصه فين كاين دابا هي البحيره ديال الواد اللي هي حبسها السكه، وكاين واحد القنطره السكه هي اللي كتخرج الماء. ودابا البحيره هي هذه اللي كتشوف فيها اللي ظهر هو الماء كيبان لك قدامك، هذه هي البحيره. اما المنبع هو هذاك راه هو تقريبا راه كله هنا منبع. يعني من هاد البلاصه تيمشي للواد للدار البيضاء؟ كيمشي من هنا كيمشي للدار البيضاء، هذا هو الواد اللي مهدد الدار البيضاء كيهضروا عليه. هاد الواد هذا كانوا بكري كيقولوا واد بوسكوره ما عمر غرقت فيه دجاجه. يهدد مدينه مليونيه. يهدد مدينه. هذا هو الواد ديال بوسكوره، هذا هو المربع ديالو فين كاين الماء، ومن هنا كيخرج من تحت السكه. دابا المحطه تاع بوسكوره هذه محطه من بين الاماكن القديمه في هذه المنطقه هذه، هضر لنا على شويه السماء. هذه المحطه هذه هذا هو لاكار ديال بوسكوره، هذا معروف السميه ديالو لاكار ديال بوسكوره هنا. ولكن هذا اللي كاين اللي قدامكم دابا هنا هذا جديد، لاكار ديال بوسكوره ريبوه راب كله، بقات فيه هذيك الدويره اللي كتبان الدار، ولكن لاكار راب كله. هذا لاكار ديال بوسكوره، كانوا الناس ملي كينزلوا كيتفرعوا. هذا البلايص اللي قدامكم هنا كلهم كانوا
كانوا كيسميوهم المرير، مريره هنا مريره هنا، في الناس ملي كينزلوا من التران كيتفرعوا كيمشيو لديورهم او العكس ملي كيجيو من ديورهم. هذه هنا كانت قهوه سميتها لاس فيغاس، هي اللي كان فيها لا دانس. لا دانس كان كيكون الجمعه والسبت والحد، كان كيتسمع تقريبا على واحد 3 كيلومتر، كان كتشطيح المنصره كيجيو يشطحوا هنا. راه كانت هذه البلاصه هنا الجمعه والسبت والحد طوموبيلات تكون عامره، تكون عامره وفي غنصره، ماشي المغاربه في غنصره. هاد الدار هذه اللي من خلفي هذه ديال الحاج احمد من ولاد العويجه، الحاج احمد ولد بوشعيب الخرموزي، هذا اللي ولدو عبد اللطيف اللي قلت لكم راه كان بطل ديال ليبول. هاد الدار اللي حنا واقفين قدامها هذه كانت ديال النصارى، وشراها واحد الوقت، شراها تقريبا هذه واحد 50 عام تقريبا باش شراها وجا استقر هنا. سي ماهر، اشني اهم العائلات اللي استقرت في بوتكوره؟ بزاف ديال العائلات اللي كانوا، منهم موالي البلاد، منهم الناس اللي جاوا من 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 مناطق اخرى، ومنهم النصارى اللي كانوا هنا، كانوا النصارى، كانوا شخصيات ديال النصارى هما. كان واحد النصارى سميتو كابي، كانت عنده فيرما كبيره فيها تقريبا 374 قطار، سميتو كابي، كان هذا من الشخصيات ديال النصارى. وكانوا مغاربه، كان تقريبا بحال اللي قلت قبيله، هو عائله ديال ولاد العويجه. ولاد العويجه هما كان بوشعيب الخرموزي، وكانوا ولادو كلهم فاكتوره، كان فاكتور الحاج احمد مصطفى، الحاج محمد، وبن علي ولد خوه، كانوا هادو كانوا كيفرقوا البروات على النصارى اللي كانوا بكري اللي كانوا هنا. وشنو هي القبائل اللي استقرت في بوزكوره في بدايه القرن تقريبا، في الوقت اللي تحدثت فيه هذه المنطقه؟ وتقريبا من جميع القبائل، كل شيء كان هنا في بوزكوره، من كاين دكالة، كاين شي عظماء، كاين ولد زيان، كاين مديو، كاين من جميع القبائل تقريبا. كان واحد التلاقح حتى القبائل هنا في بوزكوره. كاين الجدود هما كاين اللي كاع ما عاقل منين جا، كاين الجدود هما اللي كانوا بكري، وبقاو ولادهم دابا ولاو كلشي ولد بوزكوره، دابا الناس بقاو ولاو ولاد بوزكوره. وشكون هي الشخصيات اللي بارزه في بوزكوره؟ سواء على الجانب الرياضي ولا السياسي ولا الاقتصادي. الشخصيات البارزه اللي في بوزكوره هما كانوا تقريبا اللي كانوا مصحاب ليبول، اللي كانوا صحاب ليبول، كانوا ابطال ديال ليبول. كان واحد السيده سميتو برقاش الله يرحمه، كان حوده الله يرحمه، كان الموتشود المسكينيه اللي سميتو الوافي محمد، ومعروف بالموتشود المسكينيه، مخير في بوزكوره ديال ليبول. كانوا النصارى كيجيو هنا الجمعه والسبت والحد، كل واحد كيمشي عند صاحبه ويجيبو باش يلعب معاه هنا في بوزكوره، الا لقى حفيان يدي يلعب باش ما يديش ليه واحد اخر. بقى الثقافه تاع ليبول في هذه المنطقه باقا وتزاد كسر. وكاين الابطال اللي خداو على الابطال القدام، كاين حميده السافري اللي هو معروف بحميده، هو سميتو احمد السافري، كاين عبد اللطيف العويجه من العائله ديال العويجه، العائله ولاد البلاد، هادو الناس ديال ولاد البلاد، كاين ولاد العويجه ولاد الحاج الميلودي، هادو هما الناس ديال الاصليين ديال البلاد. وكاين تقريبا كاين العويجه عبد اللطيف، كاين حميده السافري، كاين واحد العدد ديال الدراري اسمحوا لي الا نسيت شي سميه من هاد الابطال، وابطال عالميين، ماشي ابطال ديال المغرب، ابطال عالميين، لعبوا في فرنسا، لعبوا في الجزائر، لعبوا في بزاف الدول. سي ماهر، على حسب المعلومات ديالنا تا ولدك تا هو راه تيمارس الرياضه. ولدي باقي صغير يلاه بادي، دابا راه بطل ديال المغرب يلاه بادي. من بين الابطال ديال ليبول هو السي عبد القادر الذكير، اول نادي دار في بوزكوره ديال الكره الحديديه كان هو الرئيس ديالو، هو ومصطفى خوه محامي، وكان رئيس جماعه ديال بوزكوره، وكان برلماني، وهو من الاعيان ديال القبيله.